انت قلت لي من المدربين اللي ما يتدخل فيها حتى حد. سيمي النصري قال عكس هذا، قال مراد بحجوب قال لي حذر روحك باش تلعب ماتش المغرب، وجاك تليفون نحيته حطيت سراج الدين الشاحي. عمري عمري نقول لك بكل صراحه امبوسيبل، وقت نقول لك امبوسيبل امبوسيبل. سيسمي ريت النصري قالوا في اخر خبر التصريح نصري جلمي بكو مي معناتها ما حبش يصلح في روحه في حاجه اسمها في يشد الكره معناتها ما يسيبها، يلعب واحد يعطيه كره وحده هو وكره الاخرين اسمها في سي فري. فما حاجات تنجح فيهم فما حاجات ما تنجحش فيهم. انا با كومبري كو معناتها انا بور موا لو جروب اي تي او دوسي دو تو، وعمره لا واحد جاني وقال لي معناتها بيان كونترير باش يقال لي لاعب النصري اسمها في وانا قلت له ما بور موا والشيحي 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 اسمها في سي تي ان نحبه ولا ما نحبوش نتمنى يشوف العاجل تعب شويه لما كي ربي يشفيه. سي تي ان دي ميور دومي ديفونسيف صحيح متفاهمين. المشكله نتاعو وكان ملمعي عنده رؤيه باهيه من التالي، ووقت يجي معناتها ان جو دو تيت سي انتريسون معناتها باهي في براسه ينجم يدخل يلعب حتى دون دون لاكس معناتها وقت تحب تسمع فيه معناتها. علاش قال الكلام هذا سامي النصر؟ والله ما نعرف، باش في واحد ناس قالوا له ما نعرفش. لا هو قال انت قلت له باش تلعب. لا 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 وبعد تنح امبوسيبل. عمرك ما قلت له باش لا نقول حتى حدنا لا باش نشجعه ونقول له حذر روحك مش تلعب ولا اي هذا ايش قال له قلت له حذر روحك مش تلعب ليه ما يلعب نجم يلعب وديبي نجم يلعب ابري نجم يكون عندي انا قاعد نخمم وقتها فيه تسمع فيا كان نجم نحطه على جنب مش على الوحده معناها مو صحيح اللي جاك تليفون ناحية سامي وحسيت سيرة والله امبوسيبل القران شكون اللاعب اللي ظلمته في مسيرتك؟ والله متى كان ظلمت جوار متى نقول لك بصراحة أنا متى المشكلة نتاعي وقت نظلم جوار نمرض تسمع فيا حتى كان وقتاش منهم مرة منهم مرة شنو؟ بلكي في ماتش نتاع الكيب افريكان فينال تسمع فيا وقتها اي بورتون متى جي في كيلكو شوز متى جيتي كونفانكو اللي وقتها بيان كو جلام بيان وسي ما تي ان تري غران جوار سي عادل السليمي وقتها في الفانت كارير نتاعو تسمع في وقت رجع لك فينال 2003 اي رجع بالكدا اي ما تي ايتي با دون سون جور اونيتمون اللي تي او دور دو هكي اي وصلت ميم هو هذاك وفم مشكله واحده اخرى تبنيت فوق على فوق هذايا تسمع في اللي هي كلمتها المره الاخرى قلتها المره الاخرى هوني معناتها بهذاك ما في اللي هي على معناتها وقتها في نحضروا في الماتش تاع الكوب تاع كونتر ستاد وقتها وقتها فما كان سي سعيد حدوش اقول شيء ميكروسي ملا سي حدوش ما فيه سيتي ان الجيريان كي تي فورماتور اون بلجيك اسمها فيه وان مون دوني وقت خديت انا لا فورماسيون هنا في تونس وخديت لا بيريود نتاع الديريكسيون تكنيك اسمها فيه انا نوتر شيفال دو باتاي تي لا فورماسيون اسمها فيه انا في بوكو دو فورماسيون انا سورتو او نيفو دو لا بري فورماسيون جبت معناتها لي لا كريم دو سكي سو باس وقتها في الميم اون اوروب سيتي وقت لا فرانس مع كلود ديسو واحد كل شيء وكان هما يجيو من الهنية اسمها فيه Il est venu plusieurs fois. Et au niveau de la formation, on faisait appel aux Anglais. J'ai même Hunter, j'ai l'adjoint de Keegan qui a fait des stages très, très, très réussis en Tunisie. Adel Salim, il a fait un peu de temps. Il a fait un peu de اخر لعبته عاد لعبت شكون الاخر؟ اللي لعبته والله ما ونتمون جو نو فاي با بتيتر ما نعرفش نسيت والله ما تحبش تسمي الاسامي لا والله نسيت مشكيه ما معناتها نسيت اللاعب ظلمته لا في وقت قلت لي انت نمره في كينو كينو ظلم لاعب اي اي وسوا كان نسيته اي ظلمت معناتها ما هوني سيتي لوم لو بلو شوز اللي كنت تعمل عليه هو انت عادل ما فيها خاطر عادل سيتي
معناتها اون سوميتي دون الفوتبول التونسي كان نحبو ما نحبوش سي با نابورت كي عادل سليمي ما في مون دوني معناتها لوسكيليتي اسوناج داير من الناس اللي كان عمره جونيور هو حمروني ايزيتي كونفوكي مون ليكيب ناسيونال ا معايا.